التحليلية من الميادين. مناطق الضفة والقدس تشتعل مع تصاعد العمل المقاوم واعتداءات الاحتلال. شبه انتفاضة تجتاح المدن الفلسطينية لمدى الإرباك الإسرائيلي في مواجهتها رغم التجهيزات الأمنية والعسكرية المتقدمة. الحزب الشيوعي الصيني يعقد مؤتمره 20 لتحديد المهام الاستراتيجية للسنوات 5 المقبلة. مع الهجمة الغربية المتصاعدة، أي تحديات تنتظر بكين وسط المتغيرات الدولية؟ هزات سياسية متلاحقة في الحكومة البريطانية بعد إقالة رئيستها وزير الخزانة وتراجعها عن خطتها الاقتصادية. ليز تراس تتخلى عن أيديولوجيتها الاقتصادية، فهل يحد ذلك من الاحتقان الحزبي والشعبي حيال بقائها في السلطة؟ وفي وثيقة اليوم، عشرات الآلاف من المهاجرين اختطفوا من رحلة اللجوء إلى القارة العجوز. تقرير سري يكشف تورط وكالة حرس الحدود الأوروبي في انتهاكات بحق اللاجئين. وفي قضية اليوم، ذكرى 60 لأزمة الصواريخ السوفيتية في كوبا تحل والعالم يحبس أنفاسه نوويا. أي تشابه في الصراع بين الأمس واليوم؟ وأي اختلافات في التوازنات؟ وهل يستلهم الأطراف معالم تسوية من تجارب الماضي؟ حصار مشدد يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية والقدس المحتلة، حصار لم ينجح في وقف عمليات المقاومة التي باتت تفاجئ الاحتلال في كل مرة، وآخرها عملية بيت إيل التي شكلت نقلة نوعية في عمليات المقاومة. نسرين سيمي. حال من الإرباك باتت تسيطر على جنود الاحتلال وقادته بعد عملية المقاومة التي استهدفت مستوطنة بيت إيل شمال رام الله، واستشهد فيها قيس شجاعية واعتقل اثنان ادعت إسرائيل أنهما قدما له المساعدة. العملية اعتبرتها إسرائيل نقلة نوعية لعمليات المقاومة من شمال الضفة إلى جنوبها ووسطها، أربكت الاحتلال وعززت تخوفاته من انتفاضة قد تكون الأخطر منذ انتفاضة العام 2015. أعتقد أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد، ونحن في تصعيد مستمر وتطورات دراماتيكية تحدث كل يوم من خلال العمليات، من خلال التصدي والمواجهات التي تحدث في جنين وفي نابلس وفي القدس قبل أيام، من خلال العمليات النوعية أيضا. قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واعتقالات وعاثت خرابا في عدد من منازل قرية دير جرير شرق رام الله، حيث مسقط رأس الشهيد قيس شجاعية، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه. دخلوا اقتحموا البيت عندنا وكلبوا ودمروا تقريبا، وهم ويجي ضابط المخابرات احكي معي اسمه مورينو، فقلت له انه بدنا نسلم جثمان الشهيد، قال لي انه احنا مش بيدينا هذا الموضوع، بيد الحكومه. حكومة الاحتلال وخاصة طواقمها الأمنية أجرت جلسات تقييم عديدة لبحث الوضع الأمني في الضفة، واتخذت إجراءات بتكثيف وجود قوات الاحتلال خصوصا في الشمال والمناطق القريبة من المستوطنات، فيما شددت من حصارها لنابلس وخاصة المدخل الشمالي للمدينة والقرى المؤدية إليها. هي سياسة ممنهجة للاحتلال، سياسة الإغلاق وفرض الأمر الواقع، سياسة المنطقة الحيوية بإغلاقها بالكامل، سياسة احتلالية. فيما يبقى تخوف إسرائيل الأكبر هو من وصول المقاومة إلى الداخل المحتل، خصوصا في ظل تواصل اقتحامات المستوطنين للأقصى وتزايد الاعتداءات في القدس المحتلة. نشر المئات من جنود الاحتلال ووضع الحواجز العسكرية في الضفة الغربية لن يوفر الراحة الأمنية لدولة الاحتلال في ظل التداخل ما بين المستوطنات والقرى والمدن الفلسطينية. نسرين سلمي، رام الله، الميادين. تبقى معنا نسرين سلمي مراسلتنا، مرحبا بك نسرين. إذن رغم التفوق الإسرائيلي على مستوى التكنولوجيا العسكرية والتفوق الإسرائيلي على مستوى العسكري وحتى الأمني،
إلا أن حالة الارتباك تبدو واضحة لدى صفوف وقيادة الاحتلال في مواجهة فعل المقاومة الآخذ في التصاعد من جراء العمليات الفدائية للفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلة أيضا وحتى أراضي 48 في بعض الأحيان. كيف يفهم هذا الارتباك الإسرائيلي؟ يعني في الحقيقة الجيش الإسرائيلي قد يكون قادرا على مواجهة جيش مثله، يعني جيش منظم مستعد للمواجهة المباشرة ربما بطريقة تكنولوجية، لكنه قد يكون الأضعف في حرب الشوارع، وهذا ما اعترف به أثناء أيضا حربه مع مقاتلي حزب الله عندما قال أنهم كانوا يخرجون لنا من حيث لا ندري، وهو فعلا ما يحدث أيضا في الضفة الغربية عندما يقرر مقاوم يخرج مثلا من قرية دير الجير يصل إلى مستوطنة بيت إيل ويطلق النار من تلة من الجرزون باتجاه مستوطنة ويصيب مستوطن، أو عندما تمر سيارة مسرعة عند حاجز دير شرف القريب من نابلس وتطلق الرصاص على الجنود المتواجدين هناك. صحيح أن الجنود الإسرائيليين على معظم الحواجز وعلى الطرق الرئيسة دائما متأهبين ومستعدين، لكن لابد من أن يكون هناك لحظات لا يكون فيها بحالة تأهب، خصوصا أنهم متعالين ومتكبرين ويعتبرون أنفسهم قادرين على المواجهة، لكن في الحقيقة عندما يفاجئهم شاب مثل عدي التميمي الذي تتهم إسرائيل بتنفيذ عملية شعفات ويقترب منهم إلى مسافة الصفر ويطلق الرصاص عليهم ثم يهرب الجنود، هذا دليل على أنهم غير قادرين على مواجهة حرب الشوارع أو ما يصفونه بحرب يعني القريبة المباشرة وجها لوجه، عندها يرتبكون ويهربون ولا يوجد لديهم وسيلة تكنولوجية أو معلوماتية أو استخباراتية لمواجهة مثل هذا النوع من أعمال المقاومة. طيب مراسل ميادين موسى سرور، مرحبا بك. منذ اتفاق أوسلو تدأب الحكومات البريطانية على الحديث أو العمل وفق مبدأ حل الدولتين، لكن مؤخرا برزت مواقف بريطانية رسمية تؤشر إلى المزيد من الانحياز نحو الحكومة الإسرائيلية، هل في ذلك ابتعاد عن المسلمات المعمول بها في لندن؟ نعم، يعني هناك جملة من التناقضات في السياسة الخارجية في الحقيقة تفضح حقيقة الموقف البريطاني حيال القضية الفلسطينية. أولى هذه التناقضات هو فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. دائما تصر وتقول بأنها تريد حل الدولتين وأن للفلسطينيين حق في إقامة دولتهم، ولكن حتى الآن هي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بالرغم من الضغوط التي مورست عليها. ونذكر أيضا أنه في العام 2014 البرلمان البريطاني، مجلس العموم البريطاني، اعترف بالدولة الفلسطينية، ولكن هذا الأمر لم يحرك الحكومة البريطانية للاعتراف بالدولة الفلسطينية منذ عام 2014. المسألة الثانية هي دائما تقول بريطانيا بأن نقل سفارتها على سبيل المثال إلى القدس هذا سيقود عملية السلام. ليستراس قالت لبعض الصهاينة هنا في المملكة المتحدة بأنها من أكبر داعمي الصهيونية وأنها ستنقل سفارتها إلى، أخبرت رئيس الوزراء لابيد أنها ستنقل سفارتها إلى القدس، وهي بذلك يعني تقول أنها لا تبالي كثيرا لمشاعر الفلسطينيين، بل أيضا هي تنسف أو يعني هي تخالف التزاماتها فيما يتعلق بعملية السلام وبالتالي عدم نقل السفارة إلى القدس المحتلة. طيب نسرين، كيف يمكن لقيادة الاحتلال أن تواجه هذا النسق المتصاعد من العمليات الفدائية، والحالة حالة المقاومة المتزايدة لدى الفلسطينيين إلى أين تتجه؟ أعتقد بالنسبة لإسرائيل أنها هي نفسها لا تعرف كيف ستواجه مثل هذه العمليات المقاومة، هي تجرب الكثير، قالت أنها نشرت أكثر من نصف جيشها وأن أكثر من نصف جيشها يعمل في الضفة الغربية، فرضت عشرات الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، حاصرت جنين وحاصرت نابلس وأغلقت بعض الطرق التي تؤدي إلى تلك المدن. جاءت العملية من رام الله، لم تكن تتوقع أن يكون هناك عملية من رام الله، لكنها جاءت قريبا جدا من يعني من مركز القياده في رام الله، لان مستوطنه بيت إيل جدا قريبه من مدينتي أربيلة ومدينه رام الله. ثم كان هناك العمليه التي سبقتها في شعفاط، ايضا هذه العمليه قالت اسرائيل انها لم يكن لديها اي معلومات استخباريه حول مثل هذه العمليه، وبالتالي اسرائيل تجرب طريقه طرجه الضغط، تجرب الحصار،
تهدد وتتوعد بعملية عسكرية واسعة، لكنها تدرك أنها ليست بحاجة لمثل هذه العملية، لأن يعني هي تدخل إلى المدن الفلسطينية بأي وقت تشاء، تشن حملات اعتقال استباقية، نفذت عملية كسر الأمواج لكنها فشلت، حاولت فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها، لكن هذه أيضا لم ينجح، لأن العمليات ارتدت إلى القدس وإلى رام الله وإلى مناطق الخليل، أيضا كان هناك عملية إطلاق نار في مناطق الجنوب البعيدة، وهذه لا تستطيع إسرائيل أن تسيطر عليها بأي طريقة. عندما يقرر شاب يحمل سلاح والشارع الفلسطيني مغرق بالسلاح الإسرائيلي عمليا، لا تستطيع إسرائيل أن تعرف ماذا يفكر به الشاب، ينام ليلا ويصبح يقوم بعملية إطلاق نار على حاجز عسكري أو على مستوطنة أو على حافلة للمستوطنين تمر بأحد الشوارع، كيف تستطيع أن تعرف ذلك إذا لم يكن هناك يعني أحد مقرب أو لم يخبر الشاب من سيقوم بهذه العملية أحد رفاقه؟ لن تستطيع إسرائيل أن تعرف متى ستكون العملية المقبلة. وسط تغيرات دولية متسارعة وعلاقات متوترة مع الغرب، ينعقد المؤتمر 20 للحزب الشيوعي الصيني، الذي أكدت بكين أنه سيحدد المهام الاستراتيجية والتدابير الرئيسية للسنوات الخمس المقبلة. إنجازات عديدة حققتها بكين على مدى أكثر من 10 سنوات، يختصرها معرض بكين في مشهدية اقتصادية بيئية عسكرية. نتابع ثم نحلل. كل ما يقوم به الحزب الشيوعي الصيني هو السعي وراء سعادة الشعب الصيني ونهضة الأمة الصينية والسلام والتنمية البشرية، قالها الرئيس الصيني تشي جي بينغ يوما. منذ عام 2012 دخلت الاشتراكية ذات الخصائص الصينية إلى العصر الجديد في البلاد، محدثة معها نقلة نوعية في المجالات كافة. بين غرف المعرض هذا قصص كفاح خطها الحزب الشيوعي الصيني في عالم التكنولوجيا والإيكولوجيا والفضاء والاتصالات والمواصلات، مشاريع على امتداد الوطن أنجزت وأخرى يستكمل إنجازها، فيما تصدر إنجازات عديدة إلى خارج الوطن ضمن إطار التعاون مع دول الخارج. الإنجازات هذه يسعى من خلالها الحزب الشيوعي الصيني إلى استكمال مسيرة بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل وتحقيق قفزة عظيمة في التنمية المحلية والعالمية. ولا تحيد الصين عن تطوير جانبها العسكري إلى جانب التطوير والاستحداث في القطاعات الأخرى، ففي الجانب العسكري صفحات عديدة خطها الحزب خلال السنوات العشر الماضية، وكيف لا وقد تعقدت المشهدية السياسية في المنطقة في ظل إملاءات غربية وتدخلات أطلسية، لتكون هذه المشاهد أبرز رسائل بكين للرد على من يحاول التعدي على سيادتها. هي إنجازات عديدة قد حققها الحزب الشيوعي الصيني خلال السنوات الماضية، تنوعت بين الجانب الاقتصادي والصحي والبيئي والاتصالات والمواصلات. ومع انطلاق المؤتمر الوطني 20 للحزب الشيوعي، أي إنجازات قد تشهدها الصين خلال السنوات المقبلة؟ مهدي ديراني من معرض بكين، الميادين. يبقى معنا مفد الميادين إلى بكين، مهدي ديراني، مرحبا بك مهدي. إذن ما هي أهمية هذا المؤتمر سيما في ظل الجو من الاستفزازات الغربية والتوترات الإقليمية؟ تحية لك محمد وتحية للزملاء الكرام. يعني بيئة طبع أهمية هذا المؤتمر يعني 20 للحزب الشيوعي الصيني تأتي هذا العام وسط تحديات خارجية وأيضا استفزازات غربية للتنين الأسيوي. الحزب الشيوعي الصيني قد شدد مرارا على أهمية تنسيق التنمية والأمن في إدارته لملفات البلاد وأيضا مواجهة التحديات الخارجية. إذن يعني محمد، هي فلسفة ينتهجها الحزب الشيوعي الصيني منذ تأسيسه ويعمل على ترسيخه في مؤسساته وإدارات يعني حكمه. من ضمن مخرجات المؤتمر المتوقع أيضا يعني الذي يستمر على مدى أسبوع انطلاقا من يوم غد، يبدو يعني أن الصين تسعى في اتجاه أكثر حزما تجاه إدارة الملفات بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، خصوصا أن هذا الحدث هو رئيسي في الحياة السياسية للحزب والدولة، فيعني هو يعطي إشارات ومسارات محددة بشأن الاتجاه الذي يعني سيتخذه أكبر ثاني اقتصاد في العالم يعني في المستقبل القريب، وهي تأتي أيضا وسط بيئة دولية معقدة وأيضا تحركات دولية تشكل تحديا للوحدة الصينية.
ولا شك أيضا يعني أن توقيت هذا المؤتمر بحد ذاته يأتي وسط مخاطر وأيضا تحديات متزايدة قد تعقد المشهد في حال تفاقمهما. وأمام المؤتمر بالطبع يعني مهمات كثيرة ينتظرها الشعب الصيني والعالم أجمع لأن تكون ضمن مخرجات المؤتمر، كتلك المتعلقة بتقديم خريطة الطريق للحزب في السنوات الخمس المقبلة، وأيضا تحديد رحلة جديدة للحزب وتطوير منهجية الحكم في الصين على نحو شامل بما يضمن هيكلية اشتراكية حديثة، أو على الأقل يعني يمكن أن نقول هي معدلة. طيب نسرين، لطالما وصفت العلاقات الصينية الفلسطينية بالممتازة، لماذا لا يقدم الفلسطينيون على الضغط على إسرائيل من بوابة الشرق الآسيوي؟ يعني الفلسطينيون حاولوا، لكن يعني تحديدا الصين كانت تربطها علاقات وثيقة مع الفلسطينيين منذ بداية انطلاق المقاومة الفلسطينية. الصين كانت من أكثر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية من ناحية التسليح والتنظيم ومساعدتهم على يعني تنظيم أنفسهم وتقديم السلاح لهم. لكن بعد اتفاقية أوسلو انفتحت العلاقات بشكل واسع ما بين بكين وإسرائيل، والصين استثمارات كبيرة في إسرائيل تحديدا من الناحية التكنولوجية وأيضا من ناحية الإنشاء والبناء. بالتالي لا تزال فلسطين تحاول مع الصين، خصوصا أن الصين لا تزال حتى هذا اليوم داعمة للحق الفلسطيني وتصوت لصالح القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لكن علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل كبيرة جدا وقد لا تستطيع تجاوزها في ظل يعني استثماراتها الكبيرة في إسرائيل. طب مهدي، كيف استطاعت الصين أن تنتقل في أقل من 7 عقود تقريبا من مشهدية المشهدية الزراعية إلى مشهد هذا التقدم الرقمي والانفراد على أكثر من صعيد على المستوى الدولي؟ يعني بالإنجازات التي حققها الحزب الشيوعي الصيني في البلاد، هي بلا شك إدخال المواطن في عملية التنمية على اعتبار أن التنمية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة على صعيد البلاد وأيضا يعني على صعيد دول الخارج هو ما يطرحه الرئيس الصيني شي جي بينغ مرارا وتكرارا في تصاريحه. التنمية في الداخل الصيني شهدناها بأم العين في يعني خلال يعني معرض بكين، وهي إنجازات امتدت على مدى 10 سنوات الماضية، يعني بدءا من التطوير في عمليات الزراعة وصولا إلى اليوم، يعني اعتبارا بأن الصين كانت دولة زراعية ويعني تعطي الأهمية للمزارعين، وصولا اليوم إلى عالم الفضاء، يعني باتت تشارك في الدراسات البحثية المهمة كإرسالها للمركبة الفضائية تيانون 1 إلى المريخ، وما حققته هذه المركبة وتحققه من إنجازات في عالم الفضاء، وإلى جانب أيضا عملية يعني الاستخدام الصناعي يعني الاستمطار الصناعي للحد من التغير المناخي، وايضا يعني في هذا الاطار الحد من التغير المناخي كانت قد صدرت السلطات الصينيه هذه التكنولوجيا الى دول اخرى ضمن سياسه يعني المشاركه والتعاون مع دول الاخرى. وعلى صعيد مكافحه الفقر اليوم يعني المتحدث باسم المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني اشار الى ان الصين قد انتشلت جميع يعني السكان الريف لديها وبلغ عددهم 98 مليون نسمة مع نهاية 2020، وهو رقم جدا كبير ويظهر الجهود الصينية في هذا المجال. وبالطبع يعني في يعني عالم المواصلات والاتصالات يعني الذي تتميز به عالم يعني الصين الدولة الصينية، وباتت اليوم المقاطعات متشابكة فيما بينها من خلال السكك الحديدية والمترو السريع، وهي تسهل بالطبع حياة المواطنين في الصين. الآن إلى فقرة وثيقة اليوم. في وثيقة اليوم، انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المهاجرين مارستها وتسترت عنها وكالة الحدود وخفر السواحل التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس. تقرير سري للاتحاد الأوروبي كشف عن انتهاكات موظفي الوكالة لا سيما على سواحل اليونان وجزيرة مالطا، وهو نتيجة تحقيق استمر لأشهر ونتائج مقابلات مع شهود من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال أو ما يعرف بأولاف. بحسب الوثائق فإن والتي نشرها متخصصون ألمان في مجال حرية المعلومات يجري البحث عن 43 ألف شخص جرى اختطافهم من قبل عملاء أوروبيين من مناطق آمنة تابعة للاتحاد الأوروبي في أكثر من 2.5 عام العام بعد تركهم في البحر من قبل فرونتكس واليونان، فيما رحل آخرون إلى ليبيا ليلقوا حتفهم قبل الوصول إلى سواحلها.
بحسب الوثائق أيضا لم تمنع فرونتكس موظفيها من انتهاك حقوق الإنسان، بل اتخذت إجراءات متكررة ومتعمدة للتأكد من أن الانتهاكات التي كانت تحدث لم تتم مشاهدتها أو توثيقها أو التحقيق فيها أو حصرها، مضللة المفوضية والبرلمان الأوروبي. عواصف وهزات كثيرة تواجه رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس منذ استلامها منصبها بداية الشهر الماضي. ففي محاولة لإنقاذ حكومتها وسط الأزمة الاقتصادية التي تعيشها لندن، أقالت ليز تراس وزير خزانتها، كما أعلنت عن تراجعها عن تخفيض الضريبة على الشركات التي كانت قد لوحت بها عند وصولها إلى السلطة. هل تنقذ مستقبلها السياسي؟ نتابع ثم نحلل. رئيسة الوزراء البريطانية تقدم وزير خزانتها كوازي كوارتينغ كبش فداء لبقائها في السلطة، فتستدعيه من واشنطن ليقدم استقالته، وتعين مكانه جيرمي هانت المحسوبة على اليسار في حزب المحافظين. لم تكتف تراس بذلك، بل تراجعت عن تخفيض الضريبة على الشركات متخلية عن أحد أعمدة خطتها الاقتصادية لإخراج البلاد من الجمود الاقتصادي، مبررة خطوتها بضرورة طمأنة الأسواق فضلا عن تأمين مصادر لميزانية البلاد. ما يريده الناس والأسواق تحتاجه البلاد الآن هو الاستقرار. لا يمكن لأي وزير أن يتحكم في الأسواق، لكن ما يمكنني فعله هو إظهار أنه يمكننا دفع ضرائبنا والالتزام بخطط الإنفاق، وهذا سيحتاج إلى بعض القرارات الصعبة للغاية فيما يتعلق بكل من الإنفاق والضرائب. التوجهات الاقتصادية لرئيسة الوزراء التي كانت أثارت فوضى في الأسواق المالية أكدت صحة ما اعتبره يوما منافسها ريشي سوناك بأنها مجرد قصص من الخيال ولا تساعد في تحفيز النمو. التخبط الحكومي وعدم الثبات السياسي حولا تراس إلى مادة للتهكم، كما فعلت رئيسة الحكومة الاسكتلندية نيكولا ستيرجن التي وصفتها بالبطة العرجاء في إشارة إلى قرب أجلها في السلطة. لقد أهانت تراس حزب المحافظين أمام العالم، ولقد سئم الناس من المحافظين وهم قلقون على مستقبلهم. أعتقد أن الوقت حان للدعوة إلى انتخابات عامة. لقد نفد المحافظون من الأفكار، وقد حان موعد تشكيل حكومة عمالية. حزب المحافظين الحاكم يعيش أسوأ أزماته السياسية وسط نقاش داخلي بين مؤيد لاستبدال تراس بالوزيرين ريشي سوناك وبيني موردنت، فيما يفضل آخرون عودة بوريس جونسون لاستلام السلطة. أما الأحزاب المعارضة فقد دعت إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. أجبرت تراس على تغيير خطتها الاقتصادية التي أوصلتها يوما لزعامة حزب المحافظين، ففقدت بذلك شرعيتها الحزبية، وضعت النفس بحسب المراقبين بين خيار الاستقالة أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة. موسى سرور، لندن، الميادين. موسى سرور، ما الذي استدعى ليز تراس للتخلي عن وزير خزانتها، وما هي دلالات تعيين جيرمي هانت بدلا منه؟ في الحقيقة أن أيديولوجية ليز تراس الاقتصادية هي التي يعني عجلت من جعل وزير خزانتها كوازي كوارتينغ كبش فداء، لأن كانت هناك بحسب بعض التسريبات الصحفية أن هناك اجتماعات لنواب من حزب المحافظين للتخلص والإطاحة برئيسة الوزراء. هي أرادت أن تتخلص ربما من وزير الخزانة الذي يعد من أحد يعني من رفقاء الدرب على مدى سنوات، وهو من أكبر داعمي ليز تراس للوصول إلى السلطة، وبالتالي ربما هذا الأمر قد يعني يخفف من الاحتقان الحزبي. والمسألة الثانية وهي ذات أهمية، أن الاقتصاد البريطاني في حالة تراجع كبير، وهذا مرده إلى ما يعرف بالميني بادجت أو الموازنة المصغرة التي أعلنتها الحكومة منذ 3 أسابيع. نعم. هذه الموازنة أثارت الفوضى في السوق المالي بسبب عدم إجابة هذه الحكومة على مصدر التمويل لحوالي 60 مليار جنيه استرليني. تبين أن من خلال هذه الموازنة أن حكومة تراس تريد أن تريح الأغنياء من خلال خفض ضريبة الشركات، وأيضا إلغاء ضريبة الدخل على الأثرياء لمن يتجاوز راتبه 150 ألف جنيه استرليني، في الوقت الذي يعني يرزح فيه المواطنون تحت
وطأت يعني وطأت أزمة معيشية بسبب ارتفاع الأسعار وبسبب أزمة الطاقة. بالتالي هذا الأمر كما ذكرت دفع البنك المركزي إلى التدخل وشراء سندات دين الحكومة بحوالي 65 مليار جنيه استرليني. وبالتالي هذا هو السبب الأساسي، هي تريد شراء الوقت من أجل البقاء في السلطة. مهدي، كيف تواجه الصين الهجمة الغربية عليها وكيف لها أن تعزز استراتيجيتها الكاملة الدفاعية؟ طبعا يعني ضمن سياسة ضمن السياسة المواجهة للغربية، يعني الصين كانت قد واجهت تدخلات يعني في شؤونها الداخلية بشكل واضح بحسب التأكيدات الصينية، يعني وخاصة في المسألة التايوانية. الصين دعت الدول الغربية إلى عدم التدخل بشؤونها الداخلية، ومنها أيضا يعني بريطانيا منذ زمن بعيد، وكانت قد أدلت بمواقف اعتبرتها الصين أنها تشكل تدخلا بسياستها انطلاقا من قضية هونغ كونغ تصريحات ربما يعني الأخرى في هذا السياق. فالتفكير يعني الردع الاستراتيجي لدى الصين بات أمر ضروري وحتمي، وأخذ يعني في التطور كونها يعني كون الصين باتت تعمل على مراجعة يعني طباعها حيال البيئة الأمنية وحيال يعني تحسين قدراتها العسكرية، وهو يعني ما أيضا ما دفع رئيسة الحكومة البريطانية باعتبار يعني الصين يعني اعتبارها أن الصين يعني تشكل تهديدا بحسب ما ذكرت الصحف. وهي ليست المرة الأولى يعني لتواجه الصين مثل هذه تصريحات أو مواقف. نذكر أيضا يعني ما جاء على سبيل تعزيز فكر الردع الاستراتيجي لدى الصين، يعني ما ذكرته مجلة استراتيجية للعلوم العسكرية، وهي واحدة من أبرز المنشورات جيش التحرير الصيني الشعبي، حيث تحدثت يعني في نسختها يعني منذ عام 2013 عن احتمالية تبني الصين يعني استراتيجية إطلاق صواريخ نووية بالأنظار، وهو يعني ما يؤكد أن الصين تنتهج سياسة الردع الاستراتيجي المتكاملة إلى جانب سياسات التطوير والتنمية الشاملة. طيب موسى، ما هي العراقيل التي تحول دون الإطاحة بليستراس اليوم؟ وهل تعيين جيريمي هانت يفوت الفرصة على المتربصين بها لإطاحتها؟ أعتقد يعني في البداية فيما يتعلق بجيريمي هانت، هذا السياسي المخضرم، وهو الذي يعني تقلد مناصب عديدة خلال عقد من الزمن، ربما هذا الأمر قد يعطي يعني يعطيه نوع من الراحة، وبالتالي ربما قد يخفف من الاحتقان داخل حزب المحافظين. ولكن في نفس الوقت ربما قد تكون فرصة لجيريمي هانت على اعتبار أنه كان أحد المتنافسين لوصول الداونينج ستريت، ربما قد تكون له فرصة للإطاحة بليستراس وبالتالي الترشح لزعامة حزب المحافظين بعد تخطي هذه الأزمة. أما فيما يتعلق بالعراقيل، هناك عدة عراقيل. أولا لابد من الحصول على 15 على إرسال رسائل حجب ثقة بما يقارب 15 من نواب حزب المحافظين، أي حوالي 54 نائبا. وثانيا لابد من، هناك قانون داخل حزب المحافظين أنه لابد أن يعني يمضي أكثر من عام على تسلم رئيس الوزراء، وبالتالي بعد هذا العام يمكن حجب الثقة. هناك حسب ما ذكر أن هناك مداولات لمجموعة أكثر من 20 برلمانيا داخل البرلمان قد تقدموا برسائل حجب الثقة إلى رئيس اللجنة، لجنة 1922 جراهام بريدي، وهو الآن موجود في إجازة، والتقديرات تقول أنه خلال نهاية هذا الأسبوع هناك مداولات سيقوم بها نواب حزب المحافظين. الأسبوع القادم هو أسبوع حاسم بالنسبة لليستراس، ربما قد يعني يصل عدد الرسائل إلى العدد المطلوب، وبالتالي يذهب جراهام بريدي إلى ليستراس ويطلب منها التنحي عن السلطة. هذا إذا تخطت هذا الأسبوع المقبل ليستراس، ربما هناك مطب آخر قد لا يعني تتجاوزه، وهو إعلان الحكومة البريطانية عن خطتها المالية، وهو بالمناسبة في عيد هالوين، أي في نهاية الشهر الحالي. شكرا لك موسى سرور، وشكرا موصول لكل من نسرين سلمي ومهدي الديراني، شاركتمونا في الجزئية الأولى من هذه التحليلية. نحن بدورنا مشاهدينا الكرام فاصل قصير نحلل بعضه قضية اليوم.
من جديد أهلا بكم. في مثل هذه الأيام قبل 60 عاما وصل العملاقان النوويان الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة إلى حافة الحرب على خلفية أزمة الصواريخ السوفيتية في كوبا عقب نشر واشنطن صواريخها في تركيا. اليوم يبدو المشهد العالمي مشابها لكنه معكوس. الحرب تجري فعليا على الحدود الروسية لا الأمريكية وهي مرشحة للتصاعد. موسكو أكدت أن أزمة اليوم كما أزمة الكاريبي هي أن واشنطن لا تريد أن تأخذ في الاعتبار مخاوفها وتسعى لتفوق عسكري استراتيجي وهو أمر مدمر للأمن الدولي. فبماذا يختلف فعليا عالم اليوم عن عالم ما قبل 6 عقود؟ هل يمكن فرض توازنات جديدة؟ ما مدى واقعية الحديث عن المواجهة النووية؟ يقال إن التاريخ يعيد نفسه فقط عند من لا يتعلم من دروس الماضي. فهل نحن مجدداً عند حافة حرب نووية بين قوتين عظميين؟ السؤال يطرح لمناسبة الذكرى 60 لما اصطلح على تسميته أزمة الصواريخ الكوبية. الحرب النووية في تشرين الأول أكتوبر عام 62 أطلت برأسها بعد نحو عقد ونصف على انتهاء الحرب العالمية الثانية. كادت أن توقع الأرض في دمار شامل، لكن الانسحاب المتبادل جرى بعد 13 يوماً من حبس الأنفاس. بين الأمس واليوم المواجهة نفسها والقوة النووية نفسها. فهل تندلع الحرب هذه المرة؟ مجلة نيوزويك راجعت الماضي ووجدت ضرورة في تخلي القوى العظمى عن أي تصعيد بينها. هذا هو الدرس الذي من المفترض أن تستفيد منه إدارة جو بايدن في المناخ الجيوسياسي المشحون حالياً، تقول المجلة. وها هو الرئيس الأمريكي يؤكد الهواجس فيقتبس من كتاب الإنجيل مستحضراً معركة هرمجدون التي يذكرها سفر رؤيا نهاية الزمن وتعني حرباً طاحنة بين قوى الشر وقوى الخير. وما دامت واشنطن ترسو علاقاتها على قاعدة أنها شرطي الكون، إلى أين يمكن أن تذهب في حربها ضد روسيا؟ هل ستعتبر من الماضي أم أن التصعيد هو الخيار الوحيد؟ وإلى أين يمكن أن يصل هذا التصعيد؟ البحر الكاريبي آنذاك قال كلمته، فماذا سيقول اليوم البحر الأسود؟ مدير مكتب الميادين في واشنطن منذر سليمان، أرحب بك وأسألك بداية، ما هي خلفيات هذا التكرار الأمريكي من هذه المخاوف من لجوء موسكو إلى استعمال السلاح النووي التكتيكي في هذه الحرب أو المواجهة الدائرة على الأراضي الأوكرانية؟ هناك عدة اعتبارات في موقف واشنطن. الاعتبار الأول هو الإيحاء بأن روسيا تهزم في أوكرانيا وأن فشل الرئيس بوتين وفشل القيادة الروسية وفشل روسيا في هذه الحرب قد يدفعها إلى استخدام أسلحة نوعية. إذن هي تحاول بطريقة ما الإيحاء بأن روسيا تفشل في أوكرانيا. الأمر الآخر هو محاولة حشد تأييد دولي وخاصة في أوروبا التي لديها حساسية من تواجد الأسلحة النووية. وكنا نتذكر كيف كانت المظاهرات في شوارع العواصم الأوروبية تطالب بنزع الأسلحة النووية وعدم تركيز الأسلحة النووية في عز الحرب الباردة للولايات المتحدة في أوروبا. أيضا هناك خشية بأنه عمليا لو حصلت هذه الحرب ولو كانت محدودة مسرحها هو سيكون أوروبا والنتائج الكارثية على أوروبا. الأمر الآخر الذي تحاول الولايات المتحدة هو تبرير استمرار في تقديم الأموال لصيانة وتعزيز وتحديث الأسلحة النووية، بمعنى أنه القول بأنه للأمريكيين في الداخل بأنه هناك ضرورة لنا، لأن هناك انتقادات كانت دائما تتحدث عن ضرورة، يعني يوجد 5000 صاروخ وقنبلة نووية أمريكية بالمقابل روسية، يعني زيادة عن 5000 لدى الطرفين، فلماذا يتم الاستمرار في إنتاج أسلحة؟ والخطورة هنا تكمن في أن هناك أسلحة تكتيكية منخفضة التأثير، بمعنى أنه هي يمكن أن تكون محدودة الحجم بمعنى حجم التدمير،
وبالتالي من هنا إمكانية يعني من الألغام إلى القنابل الصغيرة والكبرى إلى التي الصواريخ البالستية البعيدة المدى. لذلك هناك دافع لدى الولايات المتحدة أيضا في هذا الصدد. طيب. أحمد الحاج علي محلل ميادين للشؤون الروسية، أرحب بك. أنطلق من أوجه أو التأكيد على أوجه الشبه ما بين مشهد اليوم ومشهد عام 62، ولولا ربما اليوم تفوق حالة الخطورة المشهد الراهن، لكن هل مع كل ذلك هناك فرص لأي حل في ظل كل هذه التعقيدات التي نتحدث عنها؟ تحياتي لك زميل محمد وللزميل قاسم عز الدين من نيويورك. منذر سليمان، ما أراه هو فعلا هناك منذر سليمان، تحياتي لكم. العفو. بالطبع يعني أوجه الشبه موجودة، ولكن أرى أن الخطورة الآن أكبر من ذي قبل، أكبر من خطورة عام 1962. بالنسبة لأزمة الصواريخ الكوبية، رأينا بعض التفاعل والتحرك الدبلوماسي الأمريكي يعني أيام حكم الرئيس الأمريكي جورج كينيدي. يعني كانت هناك محاولات ومبادرات أمريكية والتفاعل، تواصل دبلوماسي لم ينقطع حتى عبر وسطاء وعبر أقنية استخباراتية وأقنية دبلوماسية غير مرئية. أما الآن فأن التواصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي شبه مقطوع أيضا، لا يوجد أفق للقاء دبلوماسي قريب، حتى لقاء ما بين الرئيسين بايدن وبوتين. هناك بعض المساعي لتحقيق هذا اللقاء على هامش قمة دول العشرين مثلا أو في مناسبات أخرى، ولكن يبدو الأمر حتى الآن من الصعوبة بمكان. الخطورة أيضا تكمن بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي افتعلت واستفزت وحرضت على هذه الأزمة الأوكرانية، وهي ما زالت بهذا التوجه، بنفس التوجه، ممسكة بشكل تبتز به الدول الأوروبية وتخيفها من الوحش النووي الروسي الذي لا يوجد له حل ولا رادع سوى القدرة النووية. اسمح لي أحمد أن أسأل قاسم عز الدين محلل ميادين للشؤون السياسية والدولية عن دروس المستقات من أزمة الصواريخ، ولماذا تعيد أمريكا بايدن اليوم التلويح باستراتيجية حافة الهاوية؟ من وجهة نظري أهمها الدرس الأول، أن أمريكا دولة عدوانية مؤسسة على العدوان، والطبع يغلب التطبع في كل تاريخ، والسمة الأساسية والوجهة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية هي العدوانية، سواء الداخلية أو الخارجية. الدرس الثاني وهو بالنسبة لي أهم، وهو أن كلما اشتد الصراع بين الدول العظمى، كلما حمت دول الجنوب نفسها. أتحدث عن كوبا في 62. عمليا لم يتدخل الاتحاد السوفيتي في نقل الصواريخ لحماية كوبا من أجل كوبا. كان العدوان الأمريكي قد بدأ باتجاه نصب الصواريخ ضد موسكو، ولا يتعلق الأمر فقط بأزمير بتركيا، بل أيضا بصواريخ جوبيتر في إيطاليا ومشروع إيميلي في بريطانيا. وكان من الممكن ضرب موسكو بأكثر من 100 صاروخ نووي، وهذا الأمر كانت تعرفه موسكو لعدة أسباب لا مجال للغوص بها. الأهم من ذلك أن الولايات المتحدة يوم انتهاء الحرب العالمية الثانية وبعد مؤتمر يالطا، يقول روزفلت أن الولايات المتحدة خاضت الحرب ضد العدو الخطأ، ويقصد ألمانيا هتلر، ويقصد أن المعركة هي ضد موسكو وضد الشيوعية. في أثناء أزمة الصواريخ حاول بحسب مذكرات روبرت ماكنامارا كل البيت الأبيض والمجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع الأمريكي أن يغزو كوبا ويفكك الصواريخ ويعتقل الخبراء الروس، لكن ما أوقفهم هو أن كينيدي كان على علم من منشق روسي أو منشق سوفيتي في تلك المرحلة أن الاتحاد السوفيتي كان مستعدا، وكان مستعدا للجواب باحتلال برلين
وبتشغيل الصواريخ العابرة للقارات. اسمح لي أمريكا قاسم. لا يوقفها إلا التهديد بالقوة. هنا أسأل منذر ربطا بالعملية العسكرية اليوم في أوكرانيا وما يدور حولها، عن أنه تركيز أسلحة نووية أمريكية في بولندا هو أحد الخيارات الخطرة جدا لربما لحلف الناتو طبعا ضد روسيا، فأي تداعيات لهكذا خيار؟ طبعا الحديث يعني تصاعد حول هذا الأمر بعد أن أقدم الرئيس البولندي على القول بأنه هو يبحث مع الولايات المتحدة ولا يمانع بأن يتم تركيز أسلحة نووية في بولندا. طبعا هو يقصد في ذلك محاولة يعني ردع روسيا عن إمكانية الإقدام على عمليات عسكرية، خاصة أنه معظم صفقات الأسلحة التي يرسلها الناتو تتم يعني تعبر عبر بولندا. حاليا الولايات المتحدة يتواجد لديها أسلحة نووية في 5 دول أوروبية، هذا المعلن، ربما هناك بشكل سري في مناطق أخرى، في تركيا، في ألمانيا، في بلجيكا، في هولندا، في إيطاليا. في إيطاليا هناك قاعدتين للولايات المتحدة تتواجد فيها أسلحة نووية. طبعا إذا تصاعد الوضع الميداني لدرجة أنه كان هناك خطر على استهداف إمدادات السلاح من بولندا، وبالتالي هناك شعور بأنه روسيا قد يكون لديها مخطط هناك، قد تلجأ الولايات المتحدة إلى مثل هذه الخطوة. نعم. بتقديرها أنه يعني خطوة رادعة كالخطوات الأخرى. هذا بالتأكيد سيشكل تصعيد كبير، وهذا سيعكس موضوع أزمة الصواريخ الكوبية. طب هنا يعني أسأل ليس أحمد فقط الوضع الحاج في أوكرانيا علي. حاليا نعم. إنما إمكانية تركيز السلاح في بولندا. هل يمكن لروسيا اليوم النجاح في لملمة أقطاب الاتحاد السوفيتي السابق مع حلف من المتضررين من السياسات الأمريكية، وبالتالي تشكيل نواة هذه القوة المشتركة؟ نعم، لقد يعني تقدمت روسيا الاتحادية في هذا الاتجاه مسافات طويلة وبعيدة، لا سيما من خلال القمم الثلاث الأخيرة في أستانا، ومن خلال إثباتها بأن محاولات عزلها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمحور الغربي المعادي لروسيا فشلت كلها، وحتى أن يعني كل الضخ العسكري والتسليح الذي تقوم به دول الغرب لأوكرانيا لم تنجح في كسر عزيمة أو هيبة الاتحاد الروسي العسكرية. أجابت روسيا بيومين من الصليات الصاروخية، مما يعني كاد يضع كل أوكرانيا في وضع العتمة. أردت أن أشير إلى نقطتين رئيسيتين، وهما أن روسيا لا تفكر أبدا وبتاتا باستخدام السلاح النووي في أوكرانيا، هي تريد تحرير أوكرانيا وإعادة أوكرانيا إلى الحضن أو الفلك الروسي، ولا تريد تدمير أوكرانيا. هناك فرق في هذا المجال. أما إذا تهدد الأمن القومي الروسي بهدد بتهديد وجودي، فأن استخدام السلاح النووي التكتيكي وارد إذا كانت يعني دخلت دول الناتو ومحور الأنجلوساكسوني بشكل مباشر في هذه الحرب ضد روسيا. أما حتى لو تقدمت روسيا في يعني حتى وقطعت إمدادات السلاح من أوروبا عبر الفوف إلى أوكرانيا، وحتى لو انتصرت في هذه الحرب واحتلت كل وسيطرت على كل مساحة الأراضي الأوكرانية، لن تقوم الدول الناتو بنشر أسلحة نووية تهدد روسيا إلا في هذه الحال، فأن الجواب الروسي يكون بصواريخ تكتيكية حتى لا يعني ممكن أن لا تكون نووية. قد رأينا أنه بضعة صواريخ سقطت على العاصمة كييف، قد وضعتها في ظلام دامس، وهذا ممكن تحقيقه قبل نشر أي صواريخ نووية تكتيكية للناتو في بولندا أو رومانيا أو في دول أوروبا الشرقية، ممكن القضاء على هذا التهديد قبل حصوله. قاسم، في ظل ما تفضل به أحمد، لماذا يكثر الحديث عن طبعا في الحكومات الغربية عن حل تفاوضي بعد إضعاف روسيا؟ لسبب رئيسي، يعني أن العنجهية الأمريكية تعتبر أنها منتصرة على الدوام. منذ أزمة الصواريخ وما قبل أزمة الصواريخ تعتبر أن العقبة في روسيا هي كيفية
تناول روسيا واليوم كيفية تناول بوتين. بالنسبة لها المسألة الأساسية هي مسألة بوتين وليست مسألة روسيا. وأعتقد أن الموضوع يعني موضوع التهديد النووي فعلا هو جدي، لأن روسيا على مدار تاريخها منذ أيام روزفلت وتهديده بالقنبلة النووية لم يوقفه إلا تفجير ستالين القنبلة النووية. وبعد الأزمة الكوبية استمرت الولايات المتحدة، ونعرف تماما أن رغم التسوية التي عقدتها مع الاتحاد السوفيتي بإزالة الصواريخ من كوبا مقابل إزالة الصواريخ الأمريكية من، وهذا ليس مؤكدا لكن ما تعهد به كينيدي ولم يجري الحديث فيما بعد، من أزمير ومن إيطاليا ومن بريطانيا ومن ألمانيا، استمرت الولايات المتحدة بنصب الصواريخ بيرشينج، والأزمة معروفة يعني خلال السبعينات حتى الثمانينات وتفكيك الاتحاد السوفيتي، ولا مرة في تاريخ الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية إلا أن كانت تهدد موسكو والاتحاد السوفيتي بالنووي وتعمل على الزحف باتجاه تطويق موسكو وحصرها. منذر ولا مرة بتاريخ الاتحاد السوفيتي إلا كان الاتحاد السوفيتي يردع بالتهديد النووي، واليوم أكثر مما سبق. طيب. لأن منذر اسمح لي قاسم، على أبواب الكرملين وكل الدول التي انضمت إلى الناتو على حدود موسكو مجهزة بالأسلحة الصاروخية، لكن بوتين قد يراهن على الصواريخ العابرة للقارات لتهديد واشنطن لردعها عن القدم والتقدم باتجاه موسكو. طيب منذر، لماذا إذن تبدو فرص التوصل إلى حل تفاوضي أقل نسبة عما كانت عليه أبان أزمة الصواريخ الكوبية؟ في أقل من دقيقة لو سمحت. لأن الإمدادات العسكرية لحلف الناتو والولايات المتحدة مستمرة، هناك 23 سحب من مخزون السلاح للبنتاغون الأمريكي وصلت إلى حدود 20 مليار دولار المساعدات الأمنية العسكرية. إذن نحن أمام وضع، هل يعني هناك حديث عن تخفيض وتقلص مخزونات السلاح لحلف الناتو وللولايات المتحدة من المخزون الاحتياطي الذي يقدم لأوكرانيا؟ قد يكون هذا العامل بالإضافة إلى الوضع الميداني الذي سيتغير ونشهد تغييراته. يعني كان هناك ملاحظة أنه الأوكرانيين يستعيدون بعض المناطق، ووجدنا الآن أنه هناك انقلاب للصورة. للأسف لا يوجد رغبة ونية أمريكية. نعم. والتفكير الأمريكي كشفه بايدن عندما ذكر، يعني ذكر موضوع إمكانية اللقاء على هامش قمة العشرين، قال أنه يمكن أن يجتمع بوتين لمناقشة إمكانية إطلاق سراح أمريكية، يعني هي رياضية متهمة قانونيا بالمخدرات في ومعتقلة في السجون الروسية. قال أنه يمكن أن يجتمع مع بوتين ويلتقي، ولكنه لم يذكر أنه يمكن أن يلتقي من أجل وقف الحرب في أوكرانيا. أحمد، أيضا دليل على أن العقلية الأمريكية لا تزال متصلبة في هذا المجال. أيضا بأقل من دقيقة أحمد لو سمحت، صيغة أو تسوية عام 62 أفضت إلى حكم القطبين العالميين ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. اليوم في حال الوصول إلى أي مفترق دبلوماسي، ما هي الصيغة المطروحة أو التي يتم مناقشتها؟ نعم محمد، يعني أنا أرى أنه كل أزمة وكل نزاع لابد وأن ينتهي بوضع ستاتيكو معين أو تسوية معينة أو حل ما. عملية الشد والرخي وعملية ممارسة الضغوطات وضغوطات المبادلة لابد أن تنتهي، حتى ولو أدت إلى صراع مسلح أو انتشار هذه المواجهة إلى أوسع من حدودها واختراقها لقواعد اللعبة المسلم بها حاليا، لابد أن تنتهي بتسوية معينة. ما حصل عام 62 كان أسهل لذا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت معنية بالحل الدبلوماسي، ولكن حتى الآن لا نرى أي بوادر
على رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاج حل دبلوماسي. أريد أن أنوه إلى مسألة بسيطة محمد، هي أن هذه البروباغندا بالتلويح باستخدام السلاح النووي إنما هي بروباغندا غربية ولا يوجد لها أساس في أدبيات التوجهات السياسية للقيادة الروسية وللوضع في روسيا. طيب قاسم، حتى في سؤال روسيا تتعاطى أحمد لضيق الوقت أعتذر منك، في أقل من دقيقة قاسم، كيف أثبت توسع الناتو عدم جدوى الاتفاقيات مع الولايات المتحدة وأي دروس لدول الجنوب في أقل من دقيقة لو سمحت؟ بأقل من دقيقة، ما يهمنا دول الجنوب هي الدرس الأهم والدائم، لا يمكن الوثوق بوعود أمريكا ولا بالاتفاقيات معها. وبالنسبة لروسيا، عقدت منذ مؤتمر يالطا كل الاتفاقيات وكانت تراهن على التعايش السلمي ما بين النظامين الرأسمالي والشيوعي أيام غورباتشوف. فيما بعد غورباتشوف عندما سلم الولايات المتحدة أمبراطورية من دون ضربة كف، على ماذا كان يراهن؟ في مذكراته يستعيد قول الوزير السابق المالية الأمريكية روبرت ماتس، يقول أنني كنت ساذجا لم أفهم عقلية واشنطن. واليوم عندما تتكشف عقلية واشنطن عن أنيابها وعن إمكانية تهديد العالم بالنووي، لا يوجد أمام روسيا مفر آخر إذا وصلت إلى التهديد الفعلي واستمرت الإدارة الأمريكية بالتقدم واستنزاف روسيا في أوكرانيا وفي غير أوكرانيا إلا التلويح بالتهديد. شكرا لك قاسم عز الدين وكل من أحمد الحاج علي ومنذر سليمان لتحليلكم معنا هذه القضية. نحن بدورنا مشاهدينا الكرام نشكركم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.